ورغم ارتفاع الأسعار إلا أنه لم يقف عائقا بوجه الساعين في الأعمال الخيرية، فقد استطاع فريق بصمة إنسانية للعمل التطوعي من مواصلة مد مائدة الإفطار وللعام الثالث على التوالي في طريق بيج الرئيسي الرابط بين محافظتي نينوى وبغداد للمسافرين والوافدين للقضاء وأصحاب المحال في سوق بيجي، وكذلك للأيتام والمتعففين. وقال أعضاء الفريق أن الموائد على طول أيام شهر رمضان المبارك هي صدقة لروح زميلتهم الراحلة منار العيساوي، سائلين المولى عز وجل أن يتقبلها، مؤكدين مواصلتهم أعمال الخير لجميع المحتاجين وبجهود ذاتية للتخفيف من أعباء الفقراء. باشر فريق بصمة إنسانية منذ اليوم الأول من رمضان المبارك بمد أفطار بمد مائدة إفطار الصائمين على الشارع العام في قضاء بيجي الرابط بين محافظة نينوى وبغداد على روح أحد متطوعاتنا المرحومة منار العيساوي. هذه المبادرة أتت يعني من أعضاء الفريق الشاب البنات والشباب بيومية أو بين يوم ويوم كل يوم الثالث نسوي إفطار صائمين على الشارع العام. الحمد لله والشكر، يعني يومية أو بين يوم ويوم إحنا يفطر يمنا من 100 إلى 150 صائم من الممارين في قضاء بيجي، طبعا بجهود ذاتية من قبل أبطال الفريق يعني بدون متبرعين، وبارك الله بجهود الأبطال من فريق بصمة إنسانية للعمل التطوعي. جزاهم الله خير، فطور للصائمين بين يربط بين طريق موصل وبغداد، وجزاهم الله خير هذا الفريق التطوعي، ومبادرة حلوة، فطور تقريبا بما يقارب استوينا واقفين يعني تقريبا بال 100 شخص او اكثر، يعني جزاهم الله خير وما قصروا قضاء بيجي على هذا التطوع، وان شاء الله بميزان حسناتكم. مبادرة إنسانية جميلة من فريق تطوعي في الطريق اللي يربط بين موصل وبغداد محافظ قضاء بيجي، اليوم مبادرة إنسانية فطور للصائمين ما يقارب 100 شخص فاطر او 150. اشكر جهود الفريق.